السلام عليكم جميعا وشكرا عيدو على المقدمة الجميلة. وخليني أعرفكم على نفسي، معاكم يوسف بابطين من جدة، مبتعث في سان فرانسيسكو. الحمد لله تخرجت قبل أسبوعين ببكالوريوس إدارة الضيافة واشتغلت في أكثر من فندق ومطعم. الفقرة اللي هقدم لكم هي في مهرجان عيد الرمضاني هي هتكون نصايح وأشياء في الطبخ، يعني ما راح أطبخ بس أعطيكم معلومات إن شاء الله تفيدكم. نصيحة اليوم هي من أهم وأول الأشياء اللي يتعلمها الشيف المحترف، وهي التحضير، يسموها ميزون بلاس بالفرنسي. طيب إيش معنى ميزون بلاس؟ معناتها everything is put in its place، معناتها بالعربي إنه كل شيء مجهز في مكانه، يعني من تقطيع إلى أدوات مطبخ إلى آخره. اللي جاي في بالكم الآن كيف نحضر؟ طيب ثلاث خطوات بسيطة عشان نحضر. رقم واحد، نقرأ الوصفة بتمعن، هذه أهم واحدة فيهم. رقم اثنين، نتخيلها في راسنا إيش هتكون الطبخة. ورقم ثلاثة، التقطيع وتجهيز. خليني أعطيكم مثال من الأغلاط اللي دائما تصير، هي خلينا نقول قطعنا بصل حطيناه على النار، وفي الوصفة تقول حط ثوم. قطعنا الثوم حطيناه، البصل قد انحرق. هنعيد كل شيء. طيب كذا أنا انتهى وقتي، عليكم بالميزون بلاس، التحضير التحضير التحضير. وأتمنى أنكم استفدتوا ولو بحاجة بسيطة. هذا حسابي يوت شيف كيتشن في سناب شات، في انستغرام، في كل السوشيال ميديا. أتمنى أنكم تتابعوني. شكرا لكم جميعا وفي امان الله.